خلينا متفقين ان لعبه المصالح بين الدول بتشمل ازدواجيه في المعايير، وخاليه تماما من العواطف، وخاليه تماما من المشاعر، وخاليه تماما من كلام حقوق الانسان وكلام المجتمع الدولي الكبير. اديك مثال، حرب روسيا واوكرانيا، كل الدول اتسرعت ان هي توقع عقوبات شديده اللهجه على روسيا في كافه المجالات وفي كافه الانشطه وكل حاجه تقريبا على روسيا، وده مش دفاعا خالص على روسيا. روسيا بالفعل استخدمت اسلحه محرمه، واستخدمت زي قنابل التفريغ الهوائي وقنابل العنقوديه، بس اختلافي هنا مع المجتمع الدولي مش في ادانه روسيا، ده امر طبيعي جدا. اختلافي هنا مع المجتمع الدولي في ازدواجية المعايير في قضايا مشابهة كتيرة جدا، وده ليه؟ مع ان روسيا اللي وقعوا عليها نفس العقوبات اللي وقعوها نتيجة غزو اوكرانيا، نفس الكلام بتعمله روسيا بقالها سنين كتير جدا في سوريا، وعملته قبلها في حرب الشيشان الاولى وحرب الشيشان التانية وحرب جورجيا، ومع ذلك المجتمع الدولي ما وقعش اي عقوبات من اي نوع على روسيا. لكن اشمعنا بقى لما روسيا هجمت اوكرانيا كل المجتمع الدولي بلا استثناء في اوروبا وفي العالم وقع عقوبات على روسيا؟ اديك مثال تاني، عندك يوم 28/2 سنه 2022 بعد هجوم روسيا على اوكرانيا، طلعت الامم المتحده صنفت اخيرا جماعه الحوثي اليمنيه جماعه ارهابيه. اشمعنا في الوقت ده؟ اشمعنا مش قبل كده؟ مع ان جماعه الحوثي اتسببت في خسائر ودمار وجرائم حرب في اليمن وجرائم بشعه ومهوله على مدار سنين طويله جدا، وطلع العالم كله كان مرحب بيها في اي حوار وطني يمني، مع انهم اصلا مش ميليشيات تابعه لليمن، هي ميليشيات تابعه لايران، ولكن عشان ايران حليفه لروسيا وروسيا قدام العالم كله مدانة الآن، صنفت الأمم المتحدة أخيرا جماعة الحوثي جماعة إرهابية علشان هي تبع روسيا طبعا، مع أن قبل كده كانت جماعة الحوثي مرحب بيها في أي حوار في أي حتة في الدنيا، وكانت الأمم المتحدة وغيرها مجلس الأمن كان بيستعين بجماعة الحوثي في أي مشاكل جوه اليمن. اشمعنا بقى في الوقت ده تم تصنيفها على أنها جماعة إرهابية؟ في الحلقة دي هنفتح ملفات مهمة جدا زي ما قلت لك في الأول، ازدواجية المعايير وكل الأمور المشابهة، وهنتكلم في قضايا ما حدش يتكلم فيها قبل كده، وهنحكي حاجات مهمة جدا، وهنشرح تفاصيل مهمة جدا تخص كل الدول اللي في المنطقة، وازاي صراع روسيا واوكرانيا ده هيقسم العالم بشكل جديد، وهيوصل العالم لمرحلة انتقالية تانية ممكن تكون روسيا فيه او الصين قوة عظمى بتسيطر على العالم. اهلا بيكم في مجلدات الحياة. خلينا متفقين من البداية ان لعبة المصالح لعبة قذرة ووسخة، تخلي اي دولة تغير مبادئها وتغير قيمها وتغير موقفها في اي قضايا سواء كبيرة او صغيرة، وده طبعا نتيجة لمصالحها المشتركة داخل القضية دي، وممكن تعترف بتنظيم وممكن تدين تنظيم لانه بيتعارض مع مصالحها، وكل الكلام ده لاجل انها تستفيد بشكل مباشر او بشكل غير مباشر من اجل موقفها دي. اديك مثال، مثلا تركيا عملت علاقات قويه جدا مع اسرائيل بعد جو مليء بالتوتر ومليء كمان بقطع العلاقات بين تركيا واسرائيل بعد حرب روسيا واوكرانيا، وعملوا تعاون شامل بينهم في ملف الطاقه بالتحديد، والعلاقات قربت كتير جدا من تركيا واسرائيل، وده لاجل المصلحه فقط مش لاجل اي حاجه تاني. عايزين نتكلم على حلفاء روسيا ونعرف مين هم حلفاء روسيا في حال قيام نزاع عالمي مسلح بين الدول، وحلفاء روسيا في الواقع بيشكلوا قوة كبيرة جدا لا يستهان بها، قوة عالمية سواء اقتصادية او قوة عسكرية، وروسيا بتمتلك اوراق ضغط كتيرة جدا لا يستهان بها، وده اللي خلى دول الحصار الاقتصادي اللي اتفرض على روسيا بعد غزوها لاوكرانيا ما تخرجش روسيا او حتى ما تفكرش تخرج روسيا من نظام سويفت العالمي، لان عواقبه هتكون كبيرة جدا سواء على روسيا او على كل دول العالم. وهنتكلم دلوقتي على اوراق الضغط العسكريه اللي بتمتلكها روسيا، واهم ما تمتلك روسيا في اوراق الضغط هي في منطقه الشرق الاوسط، منطقه الثروات ومنطقه الغاز ومنطقه البترول وكمان منطقه حلفائها. هنتكلم الاول في اوراق الضغط العسكريه الروسيه، واكبر حليف لروسيا في منطقه الشرق الاوسط هي ايران، وايران حليفه لروسيا من بدري جدا حتى من قبل غزو اوكرانيا، وايران حتى بتدعم روسيا وروسيا بتدعم ايران من قبل حتى غزو اوكرانيا، وايران من اول الدول اللي دعمت روسيا في غزوها لاوكرانيا، وحتى رفضت دين روسيا بشكل صريح قدام المجتمع الدولي، واللي اكد لك كده ان روسيا اقنعت ايران حتى قبل الغزو ان هي تقعد مع امريكا وتسوي ملف الطاقه النوويه الايراني، ويقدروا يوصلوا لحل مع امريكا ودول العالم والمشكله اللي عاملاها ايران بسبب برنامجها النووي. لكن بعد العقوبات الاقتصاديه اللي تم توقيعها على روسيا، اللهجه الايرانيه تجاه ملفها النووي وبرنامجها النووي والاتفاق اللي كان المفروض يتم لبرنامج ايران النووي اتفض، وايران مش هتقعد تتفاوض دلوقتي الا لما يعرفوا موقف روسيا العالمي نتيجه للحرب دي. طبعا معروف ليه ان لهجه التفاوض الايرانيه تغيرت بعد العقوبات الاقتصاديه الروسيه،
علشان تكون داعم لروسيا او ورقة ضغط روسية قدام العالم في ملف مهم جدا زي ملف الطاقة النووي الايراني. والطرف الثاني في الشرق الاوسط اللي يعتبر من اهم حلفاء روسيا ومن اهم اوراق الضغط اللي بتضغط بها روسيا في اي ملف بتقابله هو حزب الله، وحزب الله تابع تماما لطهران. وطهران للي ما يعرفش هي عاصمة ايران، وايران متسيطر تماما على كل قرارات تنظيم حزب الله. فبالنسبة لروسيا دي ورقة ضغط مهمة جدا 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 في منطقة الشرق الاوسط، لان حزب الله حاطط رجله في مناطق كتيرة جدا، منها لبنان ومنها سوريا. يقدر يفتعل مشاكل لروسيا في اي وقت، ويقدر يأمن المصالح الروسية في المنطقة، ويقدر يعمل صداع للقوات الامريكية الموجودة سواء في العراق او اللي موجودة في سوريا او حتى اللي موجودة في لبنان، ويقدر يسبب مشكلة رئيسية للقوات الامريكية او اي قوات بتعادي روسيا في المنطقة. فبالنسبة لروسيا حزب الله واحد من اهم الاجنحة العسكرية اللي موجودة على ارض الواقع، اللي بيشكل لها ورقة ضغط مهمة جدا قصاد المجتمع الدولي. واللاعب الثالث في المنطقة لا يقل أهمية عن وجود إيران ولا يقل أهمية عن وجود حزب الله، وهو زي ما ذكرته لك في أول الحلقة هي جماعة الحوثي في اليمن. وبتشكل جماعة الحوثي ورقة ضغط قوية جدا 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 بالنسبة لروسيا على أي حد في المنطقة، وخصوصا طبعا زي ما قلت لك أمريكا، وخصوصا كمان دول التحالف وحلف الناتو، لأن وجود جماعة الحوثي في اليمن بيسبب ضرر وبيسبب خطر حقيقي على كل حلفاء أمريكا في المنطقة، إنها طبعاً دول الخليج اللي هي السعودية والإمارات وغيرها، لأن وجود جماعة الحوثي مسؤول بشكل كامل عن استهداف مناطق سواء سعودية أو إماراتية، سواء عسكرية أو مدنية في السنين اللي فاتت دي، وآخرهم يوم 25 مارس من الشهر اللي فات لما استهدفت جماعة الحوثي محطات طاقة سعودية على الحدود، ودي كانت بتشكل ورقة ضغط رئيسية بالنسبة لروسيا إن أي حد هيفكر يتدخل في الحرب اللي شغالة بيننا وبين أوكرانيا أو هيحل محل روسيا كبديل للغاز الروسي هيتم استهدافها في عقر ضرب. فكانت رسالة واضحة وصريحة ان فلاديمير بوتين مش هيتهاون مع اي حد هيفكر يضر بمصالح روسيا سواء اقتصاديا او عسكريا. ركز معايا بقى عشان لسه التقيل جاي. احنا اتكلمنا في كل الاطراف ذات القيمة القليلة بالنسبة لروسيا كاوراق ضغط، لكن احنا لسه ما اتكلمناش على اقوى حليف لروسيا في المنطقة وفي العالم. زي ما قلت لك الدول بتحرك لحسب مصالحها واهدافها ومصالح شعبها او مصالح حكومتها، لكن الدولة اللي احنا هنتكلم عليها ما بيهمهاش ده خالص، لان الدولة دي بقالها سنين طويلة جدا بتسعى للخراب، وبتسعى ان هي تكون في اي مشهد موجود في حرب، وبتسعى ان هي تكون موجودة في اي مشهد يكون في حرب، وبتسعى برضو ان هي تدخل اي صراع علشان تستعرض قوتها او تعلم على امريكا او تهين اي حليف لامريكا او تدينه، حتى لو ده على حساب الكوكب كله. اكيد دلوقتي انت عرفت انا بتكلم على مين. انا بتكلم اكيد على كوريا الشمالية وزعيمها المجنون كيم يونغ، اللي من اول غزو روسيا لاوكرانيا ادان امريكا بشكل صريح وحملها بشكل مباشر النتائج اللي هتحصل لأوكرانيا، وقال نصا ان اللي هيحصل في أوكرانيا هو سبب نتائج السياسة الأمريكية البائسة، وحمل أمريكا كل الصراعات اللي بتحصل في المنطقة وان هي هتكون سبب نتائج كارثية سواء على أوكرانيا وعلى المنطقة كلها، وأعلن بشكل صريح انه داعم للدب الروسي بكل ما أوتي من قوة، وبدأ بالفعل يعمل مناورات عسكرية بالصواريخ البالستية في بحر الشمال، وأرعب العالم الأسابيع اللي فاتت بالمناورات اللي بتتم في بحر الشمال على مستوى ضخم وبأسلحة تقيلة حرفيا وبصواريخ بالستية متطورة. فده يديك انطباع ان كوريا الشمالية من أقوى حلفاء روسيا في الحرب اللي شغالة دي أو في أي حروب مستقبلية طالما هيكون عدو روسيا هو أمريكا. هتقول لي بقى طب وفين الصين؟ الصين وضعها مختلف تماما، وضعها زي وضع تركيا بالظبط، يعني تركيا منضمه لحلف الناتو ودول الاتحاد ولكن لا تتبنى سياسته. تركيا والصين بيلعبوها صايمه. يعني ايه بيلعبوها صايمه؟ يعني احنا معاكم بس مش عليكم. الصين ما يهمهاش في الحرب اللي دايره دي والمدعكه اللي شغاله دي والعقوبات دي الا مصلحتها. يعني الصين لو شايفه في وقت من الاوقات ان روسيا هتيجي على مصلحتها ومصلحه شعبها هتسيبها للعقوبات الاقتصاديه وهتسيبها لدول الاتحاد الاوروبي وهتسيبها كمان لدول الحصار، مش تقدر تدعمها لان ده هيتعارض مع مصالحها ومصالح شعبها. فالصين زيها زي تركيا بالظبط، ناس بتفكر في مصلحه شعوبها وملهمش اي علاقه سواء بالمشاعر او التوجهات. وزي ما قلت لك في البدايه وكررتها في الحلقه كذا مره ان دي لعبه مصالح، وعلى الرغم من كل اللي ذكرته لك ده روسيا بتمتلك اسلحه ضغط اخرى اقتصاديه مرعبه، قادره ان هي توقف الحرب في اي لحظه، وقادره ان هي تقلب فعلا موازين الحرب حتى لو روسيا خسرت على ارض الواقع، وتقدر تقعد اي دوله تتفاوض معاها لاجل اوراق الضغط دي، اولهم طبعا ملف الغاز الروسي والطاقه الروسيه.
نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2. كانت أكبر دولة مستوردة من الغاز الروسي داخل الاتحاد الأوروبي هي ألمانيا، ولكن ألمانيا استفادت من الوضع ده أكبر استفادة. طلع دول الاتحاد الأوروبي قالوا لها لازم توقع عقوبات زينا على روسيا. طلعت ألمانيا قالت إن أنا بستفيد من الغاز الروسي بنسبة كبيرة جدا تتعدى 80% من احتياجات شعب، ولو عملت كده الاقتصاد الألماني ومصلحة شعبي هتتضرر، وإحنا دولة ضعيفة لا تمتلك جيش ما تقدرش تقف في روسيا في حال لو في روسيا فكرت تغزو ألمانيا. فطلع رئيس وزراء ألمانيا بقرار جريء جدا أولاف شولتس بزيادة تعداد الجيش الألماني أو بالبلدي إعادة تسليح القوات الألمانية من جديد وتطويرها بأحدث الأسلحة وتطويرها بأحدث المعدات العسكرية عشان تكون زي ما هو قال الأمة الألمانية مستعدة لاستقبال أي تهديد على الأراضي الألمانية وعلى السيادة الألمانية والشعب الألماني. وعلى الرغم من كل العقوبات الاقتصادية من دول الاتحاد الأوروبي وغالبية دول العالم على روسيا، ما قدرتش أوروبا تستغنى عن الغاز الروسي في التدفئة وما شابه، لأن الغاز الروسي أرخص غاز تقريبا على مستوى العالم، لان مفيش اي دولة منتجة للطاقة تقدر تكفي احتياجات اوروبا بشكل كامل. فاستخدم ورقة ضغط فلاديمير بوتين مرعبة بكل المقاييس انه مش هيصدر غاز روسي لاي دولة داخل دول الاتحاد الاوروبي وحلف الناتو سواء بالدولار او بالاسترليني او باليورو، سيستقبلها بالروبل الروسي فقط، وهيمنع اي استقبال تحويلات بنكية بغير عملة روسيا. وده سبب مشكلة لدول الاتحاد الاوروبي، لان نتائج العقوبات اللي نفذوها على روسيا واللي كانت المفروض ان هي منتظرة بشكل سريع مش هتحقق نتائج مرضية بالنسبة لهم، لأن قيمة الروبل الروسي هترتفع قصاد الدولار أو أي عملة داخل أوروبا. وبنشوف في آخر الأحداث والتطورات داخل الحرب دي إن روسيا لهجتها في التصعيد ضد أي حد هيفكر يتدخل داخل دول الاتحاد الأوروبي أو يخش حلف الناتو زي فنلندا، مصيره غزو زي غزو أوكرانيا بالظبط، وإن روسيا مش هتفرط تماما في سيادتها على الحدود أو سيادتها في المنطقة بانضمام دول جديدة لدول حلف الناتو. وهددت فنلندا وهددت أيسلندا بشكل صريح ان لو فكرتوا تدخلوا حلف الناتو هيحصل فيكوا بالظبط زي ما حصل في اوكرانيا. احنا كده في الحلقه دي حاولنا نبسط كل الامور المحيطه بالحرب دي وكل الامور المعقده بالنسبه لاي حد، وحاولنا نفسرها بشكل بسيط. وانا من رايي ان روسيا مش هتوقف الهجوم وتقعد على مفاوضات الطاوله الدبلوماسيه الا لما تكون حققت نتائج مرضيه ونصر كاسح على ارض الواقع، وسواء الكلام ده هياخد وقت او مش هياخد وقت، فلاديمير بوتين اعلنها صراحه انه لن يتراجع عن غزو اوكرانيا شبرا. انا كده قلت لكم رايي، يا ريت اعرف رايكم في التعليقات تحت، ويا ريت اي حد عايزنا اتكلم عن موضوع يخص الحرب دي او اي مواضيع تانية يبلغني تحت في التعليقات. ما تنساش تعمل لي اشتراك على اليوتيوب وتفعل الجرس، ما تنساش تابعني على حساباتي الشخصيه في تيك توك وانستغرام وكيو اي. سلام عليكم.